الجمعيات الرياضية والعصب، السادة الإعلاميين، أعزائي الأطفال، في غمرة احتفالات الشعب المغربي بذكرى عيد الشباب المجيد الذي يخلد الذكرى 48 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وانطلاقا واعتبارا من النتائج الإيجابية التي أفرزتها المراحل التخييمية الأربع على امتداد شهرين انطلاقا من 4 يوليو إلى غاية 28 من الشهر الحالي. فبهذه المناسبة أود أن أشكر جميع المتدخلين والشركاء، وهنا أخص بالذكر السلطة الإقليمية في شخص السيد عامر صاحب الجلالة، وكذا السيد قائد قيادة كبلانا، والسيد رئيس جماعة قرية أركمان، كذلك أخص بالذكر الدرك الملكي. Thank you.
مهجتي في ضياء الجدود هناك مضاحي من هدمي ونحن الشباب إطار المناص تشاد الحياة على عزمنا ونحن الشباب إطار المناص تشاد الحياة على عزمنا لنا عالم خافق في السماء إلى لونه دامنا المهرق لنا عالم خافق في السماء إذا لونه دامنا المهرق تحف حواشيه البنون قلوب لنا حوله تخفق ونحن الشباب كبار الملا تشاهد الحياة على عزمنا ونحن الشباب كبار الملا تشاهد الحياة على عزمنا الذي يخلد هذه السنة الذكرى 48 لميلاد جلالتكم يتقدم أبناؤكم البررة الأطفال المستفيدون من المرحلة التخييمية بمخيم أركمان التابع لوزارة الشباب والرياضة نيابة الناظور أصالة عن أنفسهم ونيابة عن كافة أسرهم الطائعين للعرش العلوي المجيد برفع آيات الولاء والطاعة والامتثال لمولانا الهمام صانع المنجزات الكبرى لهذا الوطن الأمين المتطلع إلى أعلى الدرجات وأسمى المراكز بفضل التنمية البشرية التي باشرتم انطلاقتها جلالتكم العالية بالله فأسعدتم بها شعبكم الأبي والوفي للشعار الخالد الله الوطن الملك وحفظكم في ولي عهدكم الأمير الجليل مولاي الحسن وشد أزركم بشقيقكم الأمير مولاي الرشيد وكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة سلالة الدوحة النبوية العطرة إنه مجيب الدعوات والسلام على المقام العالي بالله ورحمته وتعالى وبركاته إمضاء أبناؤكم البررة المستفيدون من مرحلة التخييم الرابعة بمخيم أركمان نيابة النظور وحرر بأركمان في 21 غوث 2011 الله يبارك عمر سيدي.